الجيمز معانا. انتوا خدوا معانا الجيمز وكمان لسه معانا في الجيمز. في الجيمز اساسا الفورس او السنت اللي بنحسبهم عليها هي البنت مومنت وايه؟ هو شايف ايه ديفليكشن. اخاهم بنت مومنت طبعا ما بيقدرش يتعب القطاع. وبالتالي التشيك بتاعي هو ايه؟ ام اكس على زد اكس. زائد ام واي على زد واي. ده لو عليه باي اكس بنت. والتشيك بتاع الشير بقسم الكيو على ايه؟ على الاريا ويب اذا كان سيف ولا سيف. وبعدين في نفس ايه؟ في ديفليكشن. وفي شويه ريكومنديشن انا هقول لمصر ان الدبس بتاع الجيم اللي هو الجيم ما يقلش عن ارقام معينه حسب نوع التربه المستخدم. في الروك بيرلز اللي هنتكلم عليها النهارده الدي على 40 ما يقلش عن دي على 40. الاكزامبل اللي احنا هنشوفه النهارده عشان نفهم الكلام ده هو اكزامبل 3 1. اكزامبل 3 1 هنعمله ايه؟ حاجه اسمها اي ليرن مظبوط؟ سايد على الايه؟ على الانترنت. السايد ده في محاضراتكم سلايدز وفي تيوتوريالز بسلايد. ماشي لو حد عايز يبقى في ايه؟ السايد بتاع الجامعه الاي ليرن بتاع الجامعه موجود عليه المحاضرات كامله بسلايدز موجود عليه تيوتوريالز سلايد يعني هو اللي انت عايز ايه تشوفه. انتوا عارفين السايد ولا لا؟ ايوه هو موجود عندنا على الفيسبوك. اه يعني تعالوا تبصوا عليه. خلاص هتلاقي سلايدز موجوده جنبها المحاضره ووراها سلايدز ايه؟ بتاعت ايه؟ السكاشن. شرح يعني السكاشن. غير طبعا ان هي عامل البناء اللي انتوا تعالوا تتفرجوا عليها ايه؟ الفيديو ده اللي كنت بتتفرجوا عليه. مفيش اكتر من كده وكتاب. فاضل ايه؟ امتحان محلول. Yeah.
دي عباره عن ايه؟ سبان كيان هو بطلب في المساله بتاع الاورجانيز، يعني فرد من بدل الاورجانيز. يبقى مين السبورت بتاع الدم ده؟ الدم ده؟ فرد من بدل ده الاورجانيز، يبقى مين السبورت بتاع الدم؟ الراس، يعني كل الراس عندي تناسب على بعضيها وعندي دم فيها. يبقى كانها بتديني مسبين، والسبورت ده هو مين؟ هو ده الراس. ايه اللي بيطلع عندي؟ Yeah.
mx is to e هتبقى هي عباره عن الرقم الاولاني اللي هو 395 والتاني هنختار له بقى الفكره بتاع مين؟ الويند. الويند يعني قلناها تقريبا كده هي طبعا المفروض تتظبط هي رقمين بس خلي بالك برضه ان في رقمين هم ايه؟ بيدوس تحت رقم ايه؟ يطلع فوق فلو السكشن هيقلل المومنت بعد ايه المفروض ينطلق إذا كان الكون ويند والبيدد والكون ويند بنتكلم على الويند سكشن يعني ايه؟ الويند سكشن مش ايه؟ يعني ممكن تبقى ايه؟ لتحت. فاحنا مش هنقدر نطلع على الويند؟ المفروض هيطلع على الويند، هيطلع على الويند كده هيطلع زي كده دبريشن اند ماينس 66.9 كيلو جرام من بس ده انت عايز سكشن طب ما حلي دي واحده مره ودي واحده مره مش دي حاجه بس بس سكشن هو لا ما تقدر تظبط مظبوط تمام بعدين تقدر تعمل ايه؟ بتاعها 60 اه والسكشن كام؟ بس 67 موجود على كوسات الفا عشان يبقى صح خلاص؟ الكوسات الفا هنا على ما اعتقد كانت رقم مش كان بوينت 8.9 يعني 66.9 وتطلع منها 66 فالمهم اللي جاي دي السكشن ايه؟ قليل شايف هو الكريتيكال ان انت ايه؟ تحط ده ولايك وتدوس كمان ويندو يبقى ويندو بتاعك ساعات في بعض الاحيان غير المومنت لان لما الويند ده عالي لو انا اديت دوت لو اديت دوت مع ويندو اللايك كده مش موجود بيقلب لك المسافه تعمل لك مشكله عايز تاخد بالك يعني تعمل التبادل الاوتوماتيك بتاعتك. المسألة دي ببساطة شيء تقريبا نتندو متغلب أو قد البيت تقريبا فمش فارق كتير. بس طبعا ده في وزارة أو في الفندق. إنما في المسألة التانية ممكن تلاقي إيه؟ الويند مقلوب. يعني تلاقي المومنت عكس زي كده. ده كان المشكلة ده. المفروض تكرر الحاجتين يعني المفروض تكمل الحاجتين السكشن مش بتكرر اه لو لقيت كله بقى فهمت انت بتاع الحاجتين دول بيتغلب على الويند خلاص بتكمل لو لقيت الويند بيتغلب على المومنت لا بتسيب الرقم الثاني وتشيك المومنت مره كده مره كده طيب الرقم ده هتلاقي زي 22.7 في ال 1 سكوير على 8 في 5 هي يطلع لك المومنت 451 0.6 كيلو جرام بالميتر جرام اللي هي بتطلع 45.6 كيلو جرام طيب وده هو ايه البشر عشان الناس عارفه ده البشر الكيس ده لما تحط ايه؟ لما تحط ساكشن ساكشن هتلاقي ايه؟ المسألة المهم دي ايه؟ من الديدو على العكس مش طلع من الديدو ده طلع من الديدو لو ساكشن ده يبقى في الإشارة بس؟ اه لو ساكشن هتحط تحط الساكشن اللي هنا محسوب ده هو 66 يعني ايه؟ لو السكشن هتبقى سموه بالثلاثة يا إما تساوي 67.11 زائد 50 وزائد 4 ال سكوير على 8.8 ناقص 66.9 ال سكوير على 8.8 ديب اون لي عشان هو مش عامل لايف يبقى عندك ديب بس ويجي عليها ويند فيبقى هي كده بس انت بتعمل بس ولودك اوكي انت بقى عايز تجيب ابر مومنت ابر مومنت دي احسن لما يكون عندك ديب ولايف نفس الاتجاه ومعاه ويند
واحد لو ممكن دي لو انا في دي اخد الديت بس مع الفين مع الوين لازم اخد الديت على طول الديت موجود موجود غصب عنك الديت موجود بس ممكن اشوف لك طيب اشوف ام واي بقى في ام واي طبعا ام واي دي ايه؟ كيس 1 هتيجي منين؟ من الكلام ده؟ بس صعب مفيش حاجة اسمها ام واي كيس 2 ليه؟ عشان الوين دي فيها ايه؟ المفروض هنا كمان عند الشيكة الصغيرة انت الشيكة الصغيرة بقى افرض سيادتك طلعت الزبون يتمشى فوق المبنى صلحه فالمومنت المفروض اللي طلعت في الحالة دي زائد. اون ميز ادار نود.
كوساين الفا ايه على كام؟ على 2. دي المشكله دي. وفي كيو واي كيس 2 على الاكسجين احط عليها مين؟ ها؟ بالظبط. احط عليها الوين ال 22.3. وعندي يو اكس طبعا برضه لو في سكشن ابدا السكشن ده عامل ايه؟
زد اكس تقريبا 7 سنتيمتر. هو 9 سنتيمتر عشان الصدر قبل الانفراج. النقش بتاعتها ايه؟ عملنا وارد عملنا جدا. طب استفاد ايه من الكلام ده؟ ان المجهود ده مجهود واحد بالظبط سيجما هتساوي ام اكس على زد اكس زائد ام واي على زد اكس على 3. طب بص ده قال لي سيجما دي بتعمل مع الاشرار ستريس اللي هي تتوقف من الترانزيشن للكومباكت يعني سيجما دي على وسترس توقف من حاجتين اذا كان سيكشن كومباكت اذا كان سيكشن نون كومباكت. يبقى كان الكومباكت نون كومباكت يعني ايه كومباكت يعني ايه نون كومباكت؟ ده غير اللي احنا خدناه كده اللي هو تشيك اوف كومباكت في تشيك كده خدناه اللي هو هنعمل تشيك اتاكد ان انا عندي ده اسمه ايه في المحاضره ولا على نفسك شغال؟ يعني ناخد في السكه ده على الكوبريش على الكوبريش يبقى كان سلندر ونون سلندر اسمه كومباكت كان كومباكت هو تشيك برضه نورمال بودي برضه سي على تي اتش على اي تي ويب سي على تي فلان اتش او اي دي يعني وتي اتش ويب على تي ويب بنفس الطريقه في ليميتس تقول لك اذا كان ده كومباكت كان كومباكت فانت تقدر المحاضره يعني يعني نقول عندك الجدول ده لو انا مربوط صفحه 248 في الكتاب صفحه الكتاب بتاعي في التعليم يعني الجدول ده الجدول ده بيقول ايه؟ بيقول لك ان هو التيبل 5 1 ب 3 مليون ده بيوضح لك الليمت بتاع الكوبر قدام بعض موجود هنا موجود في ال لا ضربت بيه في الجدول ما اسمهاش لا هو الاول سيب
هي
بتاعت جميل عشان بس الناس بتاعت الكرة المصري او الكونديشن زي بتاعت الكرة المصري اذا كان في مشكله فيها لا عشان انا عايز اتش النص فهو عنده مشكله عشان المشكله فين في الديفلكشن دكتور دي هنا مثلا اتش احنا كنا نطرح من الاتش لا دي اتش لا خالص لا سموك اتش دي ما هيش عم الوال ده هيش عم دي دي تيبس فانا راجع اشوفها بقى طيب ويبقى 0.72 في شوف الوقت طيب
كده خلاص فوزوا علي المساله ان انا عرفت خلاص الموقف بس مش انا دلوقتي هطبق قانون ده ايه؟ ام اكس على زد اكس زائد ام واي على ايه؟ زد واي. لازم يكون اقل من الاول ايه؟ سلس. في ظاهره بتظهر عندي في البيمز غير موضوع ان انا بتشيك على ايه؟ الفيجر اندر لود بس. ايه الظاهره دي؟ في حاجه ملوش ظاهرة، في حاجه اسمها لوكال ماركت لوكال بوش ودي انتهت. ليه؟ ان انا عرفت ان انا كده هطبق وبعد كده مشكله لوكال ماركت. انا كويس عشان اطبق معايا انا هوصل للام دي بتاعت القطاع ده او بس بتاعت القطاع ده ولا بس اروح بره. الظاهره الثانيه اسمها ايه؟ لا تدوش عن بره. ايه الظاهره بقى لا تدوش عن بره؟ انت دلوقتي لو فرضت ان انت عندك ايدن مسكتها عند الصوت المنسوبة. هل هتبقى هنا عند الكراس؟ هنا وهنا.
سيرفر عند نص افكر كويس حسب نوع الكفر المدنيه اللي فيها. لو انا صبت خلصان هعمل ايه؟ هزع الكاميرا الحديد دي واصب خلصان على الجاك. بقت هي مسؤوله مع مين؟ كله ماسك بعضه، كله ماسك بعضه، كل الجيمز دي ماسكه بعضها بالايه؟ بالسقف اللي فوق ده. وبالتالي انسب بورد نزل الحاله دي قد ايه؟ زيرو. زيرو صح؟ زيرو مفيش انسب بورد نزل. طب وهي مسؤوله بريد شيت او ساندويتش بانز؟ بشوف اذا كان البريد شيت دي ملعوبه معاها نقط مبنطه معاها تمسكها خلاص. معناها ما هو البريد شيت معناها فليكسبل فورتيكال دايركشن او هورزونتال دايركشن ادي بي ما هي ودي ما هي وانت لاحق مبنط فيها شيء انا مش كده اللي احنا كده مش كده. ما هو لازم يزق معاهم مين؟ الشيت. الشيت دي صعبه قوي. هو سؤال هو حضرتك بس هو الاول فرنج ده اصلا بيبقى سيمبل سبورتد لان ده تراس وده تراس وده سيمبل سبورتد بينهم دي بقى طبق فيهم
ايه بتطلع منهم العلاج الاساس. معادله علانيه Four,
هقوله بس اللي عملتها عشان هو اللي
وهو ده القانون بتاعي زي ده بالسامي هتوفز في الزمان مسلاش الخمسة ده بغير الأسرطاعة على 384 كتابة ده بيوز اللي هو والآن اللي هو البنة المسلمية والآل الإيه كان تكون بتاع الحديد اللي هو إيه كان تكون بتاع ستر مربع والآل بتاعت إيه ده الحزبة دي خلتها عددتك شاطرين فور سيمين